يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ ركز معي مرة كثير في هالفيديو القصير عشان تحمي فيها فلوسك من هالحرامية. قبل نص ساعة جاني اتصال من احد الاصدقاء، صار له اليوم الصباح موقف، الله لا يجعلني يوم اليوم، لا انا ولا انتو ولا من تحبون تصير لمثل هالمواقف. صديقي طبعا صح اليوم الصباح عشان الدوام، مسك جواله تفاجأ بان فيه اكثر من 15 رسالة سحب نقدي اللي هو شراء عن طريق الانترنت. المبلغ اللي انسحب تجاوز 4000 ريال. طبعا الرجال انهبل، تواصل مع البنك وقال ايش القصة، ايش الموضوع، ليش كذا، وين الامان، ايش القصة. الزبدة البنك قالوا خلاص راح ارفع لك بلاغ وا وا وا. طبعا البنك رد عليه وش قال؟ قال هذه شركة في امريكا هي اللي قاعدة تسوي الحركات هذه، اعتقد انها عصابة حرامية. النقطة اللي مهمة جدا في هالفيديو ان البطاقة اللي انسحب منها مش فيزا. طبعا متعودين احنا دائما الحركات هذه تصير في بطاقات الفيزا، لا، اللي صار هذه في بطاقات مدى اللي كلنا واغلبنا عندها البطاقة. طبعا السحوبات كلها اللي صارت عن طريق الابل باي. احنا متعودين دائما نحط البطاقات بالجوال مثل موجود في الصورة الان، ونروح ندفع بالجوال عشان ما نشيل محفظة وبطاقات واوا والى اخره. طبعا الحين اللي نسويه واللي كنا لازم نسويه ولازم انت تنبه كل اللي حولك ان اول شيء يحذف جميع البطاقات المدى والفيزا من الجوال. الشيء الثاني انه يدخل على الابليكيشن او التطبيق حق البنك الخاص فيه ويلغي خاصية الشراء عن طريق الانترنت. طبعا اذا مو موجودة في الابليكيشن يقدر يتواصل مع البنك ويستفسر عن هالخاصية. وبس خلصنا من هالقصة. يا ليت مثل ما انت استفدت من هالموقف انشر هذا الموقف لغيرك وخله يستفيد، واحفظ نفسك من تحب من هالحرامية والعصابة. مع السلامة.